الهلال كانت خميس باي باي رجع كورة بيرانسو ريال مدريد عنده محاولة أسانسيو يأتي بكرة خطيرة كاسيميرو جول رونالدو زهو الوطارة والمان بكريك رونالدو رب كورة جول كورة جول كارفاخال رونالدو جول هاشدي في الستاش بالهاشدي هذه التلاخر رونالدو أول أهداف اللقاء رونالدو هاتريك كريستيانو رونالدو رونالدو جول خلص كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ديفو ستة أهداف للكورة رونالدو جول وخميس كريستيانو منطقة الجزاء يلعبها لرونالدو قوية كذلك في هذه المباراة رونالدو يرجع الكرة رونالدو حاط الكرة الهدف الأول وأمام بيكي يمر ويسدد الله الله زلزال في الكامب نو رونالدو نعم زلزال في الكامب نو